السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما كتشوفوا هنا هي اليوم شاركت معكم هاد الشمع هذا اللي نقشته في الدار ديالي، وقلت علاش لا نشاركه معكم ونوريكم وتقولوا لي في نظركم واش هادشي زوين ولا خايب، ولا مهم تقولوا لي الرأي ديالكم واش عجبكم واش معجبكمش، واش نستمر في هادشي ولا لا. ايوا المهم غادي نبدا معكم بهذا القلب ديال السكر كما كتشوفوا هنايا. مع كتعرفوا حنا المغاربه ضروري كنبداو كنمشيو بالقوالب، الا ما كانش القوالب راه ما كاين والو، يعني ما كاينش شي خطيب ديال المغاربه من غير قوالب ولا شي عرس من غير قوالب. داكشي علاش حنا المغاربه عزاز علينا القوالب. المهم كما كتشوفوا هنايا نقشت هذا القلب ديال السكر بهذه النقشه، درت ليه هذه النقشه هذه ودرت لي هنايا واحد لاخر ديك فيليسيتاسيون زعما العروسه، ولصقتها في قلب السكر ونقشته من الجهه التحتانيه والجهه الفوقانيه. المهم هنايا عندي عاوتاني هاد الشمعه الكبيره، هذه الشمعه الكبيره حتى هي يعني نقشتها حتى هي درت ليها نفس النقشه، غير هي درت فيها واحد الايه ديال القران كما كتشوفوا هنايا، ودرت بسم الله الرحمن الرحيم فرنسي و بالعربية والآية بالفرنسي. وهنايا عندي عاوتاني هاد جوج شمعات هادو على الجناب، وحده درت فيها السمية ديال العروسة وحده السمية ديال العريس، هادي درت فيها يسرى ودرت ليها حتى هي هاد النقشة هادي من الجهة الفوقانية والجهة التحتانية. المهم نفس النقشة كندير في الشمع كامل باش تجي زوقة، نفس يعني نفس الرشمة كتجي فيهم. هادي درت فيها رافق يعني السمية ديال العريس، و حتى هي يعني نفس الرشمه عاوتاني اللي درت ليها من الجهه الفوقانيه والجهه التحتانيه. كما كتعرفوا يعني خص ضروري تكون السميه ديال العروسه والسميه ديال العريس يعني بجوج بهم. وهنايا الكيسان، هذا الكيسان ديال الدجاج حتى هما درت فيهم رشمه واحده، ودرت فيهم عاوتاني درت هنايا السميه ديال اليسرى. والكاس الثاني حتى هو نفس الرشمه مع السميه ديال العريس طبعا السرافيق، عريسنا الله يكمل عليهم بالخير والله يسخر ليهم ان شاء الله يا ربي بالذريه الصالحه ان شاء الله. ايوا وهادو الشميعات صغيورين حتى هما درت فيهم لاطات ديال العرس اللي هو 18 في شهر 9، ودرت فيهم غير حرف واحد ار و ايغريك، ومع هذا الرشيمه من الجهه التحتانيه يعني نفس الشميعات اللي درت يعني بحال بحال. المهم ما تنساونيش من الدعم ديالكم الى عجبوكم الشميعات، وقولوا لي كي جاكم هذا الشيء واش راني تما ولا لا. المهم وما نساوش هاد الشميعات هادو حتى هما كيجي في الديكور ديالهم زوينين، واغلبيه يعني هادو اللي كيتشعلوا يعني كيشعلوهم في الليله ديال الحنة، واغلبيه الاخرين يعني كيخليهم كيبقاو ليهم سوفونير، وهادو كيشعلوهم كيحطو وحده مع على الجنب وحده على الجنب الاخر وكيشعلوهم من الاخرين باش كيبقاو فيهم السميه ولا دات وداكشي باش كيحتفظوا عليهم. وهنا ما نساوش هاد الزليفه الصغيره حتى هي اللي درت فيها واحد النقيشه اللي هي الزلافه ديال الحنه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم المهم بعد هاد الشمع هذا ضروري دابا ولا دابا فهاد الوقت هادي ولاو الناس كلشي كيصاوبوه كلشي كيدومونديوه، يعني ماشي بحال شحال هادي العرس ديال شحال هادي كيجيبو غير داك الشمع وصافي عادي ويحطوه، ولا كيجيبو داك جوج شمعات طوالات مزوقات بديك السينتا ويحطوهم. دابا هاد الوقيته هادي ولا دابا كلشي كيدير النقش على الشمع وكيديرو بالسميه ديال العروسه والسميه ديال العريس والايات القران وشي كلمات زويونين، يعني ضروري دابا هاد الجيل هذا ديال هاد الوقت صافي الجيل ديالهم عطاتهم ليا، ماشي بحال الجيل ديالنا حنا كنا كيجيبوا لنا الشمعة ديال درهم ويشعلوها لنا مع الحنة. ايوا المهم هاد الشيء اللي كاين البنات، وقولوا ليا ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، وقولوا لي واش عجبوكم الشميعات ولا ما عجبوكمش، شنو اللي عجبكم، واش قد السكر ولا الشمع الكبير ولا الصغير ولا الجاج. شويه الجاج البنات صعيب شويه في النقش، يعني البنات اللي كينقشوا راهم عارفين، اللي ما كينقشوش شويه الجاج كيكون شويه صعيب، لان كت
بحال اللي كيدوخ في العينين وداكشي، واخا كنديرو واحد الشيفونه من الداخل. دوماج الصراحه ما شاركش معاكم الطريقه ديال النقش، ولكن ما غادي تشد ليا الوقت الا بقيت كنصور وكنقش، وهذا كيشد ليا داكشي كياخد ليا الوقت، وانا كنت مزروبه على هاد الشمع هذا باش نوجدو اليسرى اللي هي بنت لوسي. ايوا هادشي اللي كاين، ومهم هي المشاركه، وما تنساونيش من الدعم ديالكم، واللي كيشوف لي اول مره لا فيديو ديالي يدير ابوني وفعل الجرس باش يبقى يوصلو ديما الجديد، واللي ديجا مشارك معايا يخلي لي غير كومونتير زوين وتقولوا لي كيفاش جاوكم الشميعات وصافي، وديروا جيم وبارطاجيو معكم البنات الفيديو اللي وصلوا الفيديو يبارطاجيه معاه، وسيرتو بنات تولوز، يعني انا داخله في الموقع ديال بنات تولوز، البنات ديال تولوز اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، يعني بما انني ساكنه في تولوز يعني اللي بغات شي حاجه اتصل بيا، تخلي ليا كومونتير ولا تدخل عندي الفيسبوك، الفيسبوك ديالي هو بوغرس زهره، يعني اللي بغات تدخل عندي الفيسبوك مرحبا والف مرحبا، الفيسبوك ديالي هو بوغرس زهره، واللي بغات شي حاجه مرحبا. المهم على العموم كما قلت لكم العريسه دات هذا الوقت الحنة ولا الطهاره ولا اسبوع ولا لانيفيرسير، المهم الشمع كيف ما بغى يكون اي مناسبه كنصاوبو، سواء الشمع ديال لي فوتو سواء الشمع ديال النقش، المهم اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا. وبهكا وصلت للنهايه ديال الفيديو، ونقول لكم تهلاو لي فراسكم، كنبغيكم بزاف بزاف، وعاونوني غير بالدعوة ديال الخير، وعاونوني بالبارطاج، والله يسهل عليكم ويفتح في وجهكم بيبان الخير ان شاء الله يا ربي.